كل إشي حبيته منك إلا موضوع اليوم، إلا إنك تبعتي لي موضوع في من وراء رسائل مبطنة. هذا الحكي غير مسموح أبداً. ولا أبداً شو ولا أبداً شو يختي من وين طلطي بعدين شو يعني شو شو حيثياته وزواياه؟ قال الموضوع شو ليش نادية زعلانة؟ نصائح ذهبية للنساء للتغلب على اضطرابات النوم بعد عمر يختي الأربعين. يختي قال لك عندنا اضطرابات أساساً. عندكم اضطرابات بس مش نوم. مش نوم. اضطرابات عقلية. أنا أصلاً لساتني بالثلاثينات. أنت ما صرتي أصلاً أربعين. لا بس أنت عم بتلمحي تلمحي. الموضوع شو بدنا نناقش فيه؟ يلا بالله أنا اليوم مش راح أحكي. أنا اليوم بدي أشوف الستراف كيف بدها تحل اضطرابات النوم للستات بعيد من هون اللي عمرهم فوق الأربعين. أنت قصدك إنه فوق الأربعين كبار؟ لا طبعاً. بس أنت ليش؟ حلوين اللي فوق الأربعين. حلوين حلوين. أنا بجننوا. أنا الموضوع اليوم ما بيعني لي لا من قريب ولا من بعيد. نغيره؟ لا ما تغيريه. مش أنت محضرتي؟ آه. سول في إدلي بدلوك. أنا اليوم فقط مستمعة لا بالبرنامج. لا لا ما أنا اليوم مش كتير قادرة أحكي. لا ما هو أنا ولا أنا. لا تنسى عمر الأربعين صعب. بيقول الموضوع عودي إلى الطبيعة. عودي إلى ديارك عودي. فرائحة الخزامة أو بضع قطرات من الناردين الطبي ممكن يساعدوك تنامي. أي هو خلص فلسفة. وبقول لك لا تصري على النوم عندما لا تستطيعين ذلك. يمكنك قراءة كتاب لفترة وحطي نظارات واخفي اطلع لي فاصل.